عرسك؟ ليه؟ شو بيكون فعطته هيك؟ ايه عرسي؟ قررت اتجوز. عن جد عم تحكي؟ لا عم بمزح. وإذا مفكرة سهى تعمل عرس أسطوري، أنا بدي أعمل عرس ألترا أسطوري. وإذا ما بجيب الليدي جاجا تغني بعرسي ما بيكون اسمي كارلا. طب ومين العريس؟ ملياغ دائر. أمه لبنانية وعيش بفرنسا. واسمه رجب. آه بعرفه، هيدا اللي كان خاطب عرضة الأزياء ستيفاني تركيتو. هيدا هو. وأمتين تعرفت عليه؟ اجتمعنا امبارح بحفلة. امبارح؟ شو حب من أول نظرة؟ لا أول نظرة ولا آخر نظرة، شو عارف بالموضوع، بس أنا هيك حطيته براسي. وكيف بدك تثبتي الموضوع؟ ليال، أنت ما بتعرفي كارلا لما تحط شي براسها؟ شو؟ نتغدى؟ بعدين بنعمل الخطة. ماتر؟ بس بدي أعرف كيف تخبيت جوا؟ ما حظي حلو مثل العادة، حضرتك تارك السيارة مفتوحة. هيدي أغبى حركة ممكن تعملها بحياتك. لا بيتهيألي في أغبى. وقت اللي قبلت إني طلقك. سكوت سكوت، ما إلي جلدة أسمع هالحكيات. طيب بوصلك على البيت؟ إيه وصلني على البيت. عجبوكي الوردات؟ بجننوا. فارس وينك؟ أنا مين ناطرة يرجع يتلفن؟ أنت ومين عم تتغدى؟ شو؟ تارك المكتب هيك؟ لا لا، أول شيء مش تحقيق، بس هيك تارك المكتب والشغل والموظفين ومليون شغلة وراك؟ آه هيك خلص؟ طلقتنا بس إجا ابن خالتك؟ أوكي؟ لا مش لا مش عم تلفن تتغزل فيك، أنا عندي مليون شغلة وراي، بس في أشياء يا فارس ما بتتأجل. ألو؟ لا سكر الخط. اوكي طيب يلا هلا خرجي. اعطيني المفتاح. تفضلي. في اطلب منك طلب؟ ولك انت بتأمري فيك بلا هالحركات البلا طعمه وتحترم عمرك؟ تحترم عمري؟ ليش شو بيه عمري؟ بعدني شاب، بعدني اذا بلبط الحيط بهدو. احترم عمرك ايه؟ عم بيوصلها بسيارتها كمان. الهيئه الماي عم تمشي من تحتي ومش حاسس. طيب أنا كل عم حاول أقول لك إياه، شو بدنا بهالعلقة مع فؤاد شاهين؟ بطل في مصانع بالبلد غير هالمصنع؟ أنت ليه مش عايز تفهم إن المصنع ده هو الأحسن بالنسبة لي؟ فيه كل حاجة مناسبة، المكان، المساحة، الخبرات الطبية. وبعدين مش عايز فؤاد شاهين يخرب المصنع. ومين قال لك هيخربه؟ طبعًا هيخرب المصنع. أنت لما بتاخد مصنع أدوية بتخليه يبقى مصنع شامبو، بتعمل إيه؟ دي جريمة في حق البلد، جريمة في حق الناس الغلابة اللي مش قادرة تشتري الدواء المستورد. ولا انت مش فارقين معاك الناس دول؟ وطي صوتك، استر على عرضك، الناس عم بتسمع علينا. انت مشكلتك في الناس اللي حوالينا ولا في الناس الغلابه اللي مش قادره تشتري الدواء؟ خلص وطي، سحبت بلعتك اكلت خلص، بس انا وطي صوتك بشرفك بليز. معلش انا صوتي عالي شويه بس. شويه؟ شو شويه؟ لميت علينا الناس. كل القصه عم بقول لك انه ما بدنا نعلق مع الزلمه. فؤاد شاهين رجل مأذي. يروح يضرب دماغه في الحيط، انا لو كنت خايف من الناس اللي شبه فؤاد شاهين ما كنتش رجعت لبنان. خلص طيب انت المهم روح. ما تعصب. انا مش متعصب خلص، انا هيك هدي هدي. لا شو عم تعمل هون؟ انا شو عم بعمل هون؟ ولا انت شو جايبك لهون؟ تارك 100 شغله بالاجانس وجاي تتغدى قريتيز. لحقتيني على المطعم؟ بلحقك على المريخ، في هيدا العرض لازم تدرسه اليوم، بدي جواب بكره الصبح. حطيه عندي كدي مزفرين، بكره بقراه بالمكتب. بكره جاي الصبح على المكتب؟ نعم جاي على المكتب. هاي هاي مسيو رجا. تفضلي. لا ميرسي وسوري على ازعاجكم. لا مفيش ازعاج خالص. عارف يا فارس، الحاجه اللي بتعجبني فيك قوه شخصيتك مع الموظفين بتوعك. قوي جدا بجد، هات معوضهم.
هيدي البيعة مش لازم تتم لو على جسدي. ليه أي ثغرة قانونية بالاتفاق وعطلوها. ايه وإذا كان سجله العقار نضيف. ما نحن نضيف منوسخه والوسخ مننطفه. ما هيك؟ ايه يلا تصرف. كان لهون مبين. أنا بكون مطرح ما بدي وقت اللي بدي. أكيد. تشربي شي؟ لا ما بشرب شي. شو بدك لك؟ مصاري. معك بطاقة اسحبي بدك إياه. المصاري اللي بدي إياها ما بتغطيها البطاقة. عندك شي مشروع؟ مشروع شو؟ زواج. كارلا مش وقت مزح، شايفتيني مشرقة معي. ومين قال لك اني عم بمزح؟ لقيت العريس؟ أنا لقيته بس هو بعد ما لقيني. فينا بلا الغاز؟ مين العريس؟ بعد ما صار عريس، بعده مشروع عريس. فهمنا. من هو؟ رجا أبي النصر. رجا؟ رجا اللي بده يشلحني المعمل؟ فؤاد أنا رح رجع لك المعمل بس يصير اللي براسي. اسمعيني كارلا، أولاً ما رح اسمح له ياخذ المعمل مني. ثانياً ما رح اسمح له ياخذك. ثالثاً أنت عم تلعبي بالنار. أنا دايماً بحب ألعب بالنار. ما امبارح تعرفت علي؟ فؤاد حبيبي نحنا لازم نفكر لبعيد لشيء أبعد من المعمل. مثل شو يعني؟ ثروة رجا. لازم نفكر بثروة رجا هون برا. هاي الثروة مش لازم تروح من إيدنا. مش إيدي، إيدنا. قد ايه بدك؟ على فكرة نزلت الإعلان المطلوب فيه سكرتير المكتب؟ طبعاً، كلفت نغم بالمهمة وعارف شو المطلوب. نغم؟ أنا ما عجبتنيش طريقتها في الكلام معاك على فكرة. ما تدخلهاش في شغلنا أرجوك. بترجاك رجل، نغم من أكفأ الموظفات عندي، لا بث فيي إلك بعد شغلة، هي تراكتور المكتب. يا عم تراكتور غواصة مش فارقة معايا. ما تدخلهاش في شغلنا وخلاص. البنت اللي اخذنا منها فلوس المره اللي فاتت اتصلت ولا لا؟ اي بنت؟ البنت اللي اخذنا منها 200 دولار. لا لا ما اتصلت. طب انت بتعمل ايه بس؟ خلاص بقى. عادي عم جيب كم غرض. عم هي الحرب هتقوم ولا ايه؟ راجع. خلاص خلاص يلا. بونسوار. بونسوار حبيبتي، ليه تأخرتي؟ كنت عند رهف بعدين تمشيت شوي. ميوش ما بدي تزعلي مني لأنه اليوم الصبح ما بدك خبريني شو صار معك؟ بصرف يومين خسرت شغلي وخطيبي وصاحبتي، يعني ثلاثة بواحد على قولة أبو فؤاد الله يرحمه. ولا يهمك حياتي، ما الحياة هيك ربح وخسارة. إذا اليوم عم تخسري بكرة أكيد رح تربحي. عم تحكي كأنه قاعدين بالكازينو. ما الحياة مثل لعبة الرولات، ما بتعرفي أيمتى بتصيب الرقم الصحيح.
أنا بحياتي ما رح سيب حظي وبعرف. لا يا حبيبتي، ما في خسارة بالحياة إلا الموت. طالما أنت عايشة وقدرت توقفي على إجريك فكل شي بيتعوض. أما بالنسبة لإياد فبعتبر إنه أنت ربحتي ما خسرت. إن شاء الله. كيف شغلك؟ منيح. اليوم إجا الشاب الفرنساوي يلي بده يشتري المصنع. فرنساوي؟ إنه هو فرنساوي كوبي أوريجينال. شو يعني؟ يعني لبناني مصري عايش بفرنسا، بس شو شاب بياخد العقل. أهم شيء إنه ما بده يغير من اختصاص المصنع. شو اسمه؟ رجا. كيف شكله؟ طويل، سبورتيف، جذاب، وشعره قصير. بس ما تكملي، هيدا هو. بتعرفيه؟ مش إنه يعني بعرفه، بس إنه سامع عنه كتير. شو سامع؟ سامع إنه أكبر نصاب، بيقضيها بالسوبر ماركت على الكاس، بيعمل حاله ما معه مصاري، بينطر حدا من الزبونات يدفع عنه حق للغراض اللي شاريهن. شو عم تحكي أنت؟ هيدا شاب ملياردير، معقول يعمل هيك حركات كرمال شوية مصاري؟ أمي وإذا ملياردير مش ضروري يعملها كرمال مصاري، في يكون مريض عنده مرض نفسي بحب هالحركات وهالأشياء. يمكن. أنا بعرف رجل أعمال هيك كان يطلع على السطوح تيسرق الملائط. معقول أنا مريشة مهضومة؟ شو بحبك بس تضحكي. ولك دخيله اللي بيطلعنا من الحالة، اللي بيعطيني طاقة إيجابية. إيه ما زال أعطيناكي طاقة إيجابية، قومي حضري لنا العشاء. لا هيك نزعتيها، نزعتيها كتير، رح أرجع أكتئب. فارس؟ فارس؟ أي فارس؟ فارس بلا جواد، راعي بلا عصا، جندي بأرض المعركة بلا بندقية. خسران؟ نغم بدي 200 دولار، بس أعطيني 200 دولار برد كل خسارة الليلة. فارس ما تحرجني. أنت ما تحرجيني وترديني عن باب البيت خايب. إنه بدي أفهم أي متى بدك تبطل لعب يعني؟ ماني طالب منك محاضرات نغم، بدي 200 دولار، يا بتعطيني إياهم يا لا. لا. لا؟ لا. قلت لا؟ لا. زكريا، زكريا هاي نغم. لا. صارت الساعة واحدة بعد نص ليل. الليلة معركتي مع النوم خسراني، مثل معركتي مع الحياة. رغم إني مكسورة من جوا ومقهورة، بس مش رح استسلم. إيه مش رح استسلم، رح ضلني قوية. وأهم شيء إني ما رح أبكي. ما تفكروا إني عم ببكي لأني ضعيفة، هول مش دموع ضعف، هول دموع كرامة، دموع ثقة بحالي، ثقة بالمستقبل، ثقة إني رح كون أقوى. بحبكن كتير، بتمنى لكم ليلة سعيدة بلا دموع. رومانتيكا. كتير منيح. وشو عم تفكري تعملي بالمبلغ اللي اخذتيه؟ طمن، رح اصرفه على المعركة يا رجا. لازم نعرف كل شيء عنه. ما بحب اتعارك مع اشباح. بعرف. شو عم تفكري؟ مش عم بفكر. مهضومة كارلا. طمن، المعلومات رح توصل لعندك. يعني كلفتي حدا؟ أكيد. بيعجبني حماسك، ما معقول تحطي شي براسك وحدا يوقفك عنه. اشكر ربك إن شريكتك مش منافستك، كنت جبتك جورة. ومين قالك ماني شاكره؟
ومن وين الجاسوس؟ غسان. غسان؟ ايه ابن عائلة، انسان شهم ومخلص ووفي لإلنا. مخلص ووفي لإلنا؟ مخلص ووفي للمصاري اللي عم بيقبضها حبيبي. أنا رايح على المكتب. بلاقيك الساعة 4 هونيك. صباح لا مش عم صدق عيوني. لا 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 فارس شخصيا الساعة 9 ما بصدق. لا لا في شيء غلط. في مجال بلا هضمنتك على بكرة الصباح؟ شو صار معك امبارح؟ شو بدي يكون صار يعني؟ درست الملف. ايه وشو قررت؟ تفضلي هاي الاوراق ادرسيهم وتصرفي على راسي. معقول نعتذر؟ شو بعمل يعني؟ بس انت بتعرف انه هيدا الدفيلي فرصة لنا حرام نضيعها. بعرف. ما زال بتعرف، ليش اعتذرت؟ شو بنعمل يعني نغم؟ ما المودلز بدهم منا مصاري، منا بجيب مودلز غيرهم. طب لحظة شوي، خلينا نفكر إلا ما نوصل لحل. ما في حل، ما في حل إلا إذا بطلع أنا وياكي على البوديوم. أنت ما إلك طلعة. ها 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 ما أهضمك، على أساس ابن خالتك الفرنساوي ما بيعطيك مصاري. بلا بلا بس ما إلي عين أطلب منه هلا. بس هيك عم نكون عم نهدم كل شيء بنيناه خلال 5 سنين. الله بيفرجها. اعملي فنجان قهوة والحقيني على المكتب. ايه انت هون؟ رجع ظهر لبرا ودق على الباب. قاعده بلا شغل، اكيد بدك تشتغلي فيي. ما سمعت؟ لك بشرفي بشرفي انه اياد نفد بريشه، بيفهم كثير هالزلمه. مين؟ تفضل. ارتحتي؟ شو بدك؟ كان عندي كثير خطط وافلام والعاب، بس طالما انت بالبيت ما شكلهم ما رح يزبطوا. شو هيك كان عندك خطط لليوم؟ ليش في خطط بتزبط بوجودك؟ كان بدي ادرس لانه عندي فحص قريب فلازم احضر. طبعا ما كنت ناوي افتح كتاب اساسا، كل كتبه ضايعين ما بعرف وينه. هي برافو. ليك حياتي شو اخبار الجامعه؟ تمام هيك. النتائج كلها زفت، صفر وفوق الصفر بشوي. كل البنات ما بيحكوا معي. خيك يمكن افشل تلميذ بتاريخ الجامعه. حتى يمكن يحطوا اسمي بالجينيس بوك كافشل تلميذ بتاريخ الجامعه. الحمد لله والله برافو عليك. يعني اذا بدك تضل على هالحاله يمكن يحطوك بجينيس بوك. انا؟ ايه؟ انه كافضل تلميذ بتاريخ الجامعه. لا مايا ما تبالغي. اساسا هدول العالم بدهم واسطه تيحطوا اسمهم بالجينيس بوك. نحن ما عنا اياها. ليك شو رايك اليوم اعمل مشروع انا وياك؟ مشروع شو؟ هيك نظهر نكزدر نشم الهوا، هيك هيك الطقس حلو. اكيد. اوكي يعني يا ريتك انشحطتي من شغلك من زمان. يلا روح البس ثيابك تا انا غير ثيابي. يلا يا 5 دقائق. يلا 5 دقائق. دق انا وظاهر. مش معقول. طب ما مايا بلا سؤالي. خلص اتفخت. شو فدوا على السينما؟ يا عمي منا كل هالقد لقيمة مثل ما بتحب تفرجي حالك. مايا بصراحة أنا ما توقعت تكوني بتسلي هالقد. ونروح على السينما اليوم مش عم صدق. إيه أو بنطلب شي نشربه بالأول. إيه بنطلب بنطلب. مش رح اطلب بيرة لأنه أكيد ما رح تقبل. بس اوعى تفكر تطلب بيرة لأنه ممنوع. مين قالك بده بيرة؟
لا العصفورة خبرتني. هي العصفورة ما معها خبر عن شو عم تحكي، لأنه أنا حياتي مش ضايق طعمة البيرة بحياتي. ماتر ماتر بليز بليز، واحد ميلك شيك فريز ووحدة بيرة. رجل هو الوريث الوحيد للعائلة. العائلة عندها أملاك كثيرة وبتملك عقارات هون بلبنان وبفرنسا وعندها مزرعة كبيرة بقبرص. هاي معلومة كثير مهمة. مزرعة قبرص ما كانت أبداً ضمن حساباتي. المهم عندهم ثروة كثير كبيرة رغم إنه هو شخص متواضع وما مبين عليه وما بيحب المظاهر. متواضع؟ ما بيحب المظاهر، هي شلنا غيره. عنده خبرة بصناعة الأدوية بس ما عنده خبرة أبداً بالأمور الإدارية والأشياء اللي بتصير تحت الطاولات هون بلبنان. هذا الشيء ممكن يساعدنا. كفي. عصبي مزاجي، عفواً مزاجي، وبس قلبه طيب، بحب الفوتبول وبحب الأعمال الخيرية. الأعمال الخيرية هي. طيب جمعت شي معلومات عن قرايبينه؟ عنده ابن خالي اسمه فارس، هو الشخص الوحيد المقرب لإله حاليا. طبعا هيدا شخص سيء لأنه لعيب قمار ونسوانجي. فارس؟ بتعرفي هيدا كثير سهل واحد يبرمجه. قرب. عندك معلومات عن حياته العاطفية؟ مادموزيل كارلا أعطيني يومين بس تجيب لك سي في كامل عن كل النسوان اللي مرقوا بحياته، من معلمة المدرسة اللي علمته بالكي جي 1 لعارضة الأزياء اللي تركته من فترة. برافو غسان، برافو. شو كيف ليك الموفي؟ معقد، بحب الأكشن كتير أصلا. يسلمني اللي كله أكشن بأكشن أنا. مايا؟ أنت؟ لا لا أنا لوحدي بالبيت. فادي ومايا راح يكزلوا وقبل الساعة 12 ما بيرجعوا. إيه هيدا أنسب وقت تجي فيه لهون، ما تخلي حدا يشوفك. أوكي يلا باي. مايا عم جري بتصل فيكي وانت ما عم ترد علي. ما في شي نحكيه. وليك انا بدي اياكي تسمعيني. ما بدي اسمعك. يلا فادي. بشرفي كله، انا ما صدقت اني شفتك. وانا يا ريتني ما شفتك. مايا روق شوي. وليك سكوت انت، ما تتدخل. انت فهمين الموضوع كله غلط. عن جد؟ وشو الصح لكن؟ الصح انه اياد هو اللي استغلني، هو اللي ضحك علي، انا كنت ضحيه. ضحيه؟ انت خنتيني مع اياد ايه ولا لا؟ ايه خنتك. بس مش بقصدي. ليك كيف مش بقصدي؟ بشرفك هيدا عذر؟ يعني انت دعستي لي على اجري مثلا وعم بتقلي لي سوري؟ هيدي خيانه داليا، عم تفهمي شو يعني؟ هيدي خيانه. قلت لك هو اللي ضحك علي. مش انت اللي رحت باجريكي لعنده على البيت؟ ايه بس انا كنت هيك منهاره نفسيا وتعبانه وبدي روح احكي، يعني بدي فضفض. والهيئه فضفضتي منيح. ايه فضفضت منيح، بس عن جد صدقيني انا ما كنت بوعي، ما حسيت على حالي. شو صار؟ كيف يعني ما حسيت على حالك؟ اسكت انت، ما تتدخل قلت لك. خلص قولوا مايا، انا ما بقدر على زعلك. عن جد بليز خلص سامحيني. بحياتي ما رح سامحك. هيدي مش غلطه صغيره، هيدي غلطه كثير كبيره. بحياتي ما رح سامحك عليها. عم تسمعي؟ ايه انا عم بعترف لك. ايه خنتك مع اياد. ايه بس انا من اول مره بحياته لاياد، ولا أول مرة بتعمل هيك غلطة عن لحظة ضعف. لأنه أنا وحدة فاشلة، لأني جحشة، لأنه أنا لازم موت. بدي روح انتحر، بدي انتحر. لك آخر همي إذا بترجعي، إن شاء الله بيدعسك ترام بنص خلقتك. ولي أنت وحدة شرشوحة منحطة فاشلة. أنت حشرة ولازم تدعسك بإجري. عم تسمعي؟ أنا حشرة؟ هتشوفي هالحشرة شو رح تعمل فيك. عم
بونسوار. فوت بسرعة. حتى شايفك؟ لا، وحدك بالشقة؟ لك ايه، قلت لك أنا وحدي. استحليت لك هالوردة. هلا وقت البرد؟ شو هيدا هو؟ ايه فرشة. نقيت لك أحلى ثلاث صراصير بالحي. لك شو مهضومين؟ عن جد أحلى ثلاث صراصير. ما قلتي لي شو بدك تعملي فيهم؟ سلطة. شو بدي أعمل فيهم؟ بدي أعمل عليهم تجارب. ليكي بس بدك تعملي تجارب بتدقي لي لقالي. شو بدك؟ عنكبوت، صراصير، حرادين، شو بتطلبي؟ دبان الأزرق بجيب لك إياه. عماد أنا عن جد عم عزفك معي. لك عزافك راحة، أنت طلبي بس. شو؟ ليت هلا بيكونوا صاروا جايين، يلا روح. لا ولو لا، ما بيسوى واحد يشق على إكس مارتو. لا هلا بيفكروا إني غير شيء، شو بدي بهالقصة؟ يلا روح. لا طيب يلا. ليكي شو؟ صراصير، عنكبوت، سلاحف، حربيات، إذا بتطلبي ديناصور جيب لك إياه. إيه أوكي يلا 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 باج يلا اشغلوا بريد. أهلا إيهاب. حياتي استحليت لك هالترتيلة، قلت أكيد بتعوزيها. أنه أنا كان بدي صراصير مش كرتيلة. ببرلك صراصير، ولك إذا بدك تنين بأمن لك، أنت بس طلوب يا قمر. خلص ما بقى بدي. أوكي بس أنه هاي الترتيلة ما بدك إياها، أنه أنا كمان يعني لا لا ولو بخدها لابد معوزة ولو. أوكي. إيه شو هالحكي هيدا؟ تنعيز طبعا. شوت وانت بتشجع برشلونه من امتى؟ اليوم وبس والتوبه. اللي يشوفك هذا تشالي يفتكر انك مولود في النادي. انت خي مش هيك القصه، لاعب انا واحد صاحبي عم يتدلط. ميسي ودعي مهتم. خلاص ما تزعلش. خلاص $100 خلاص يا عم، خد $100 واحد يا خلاص. لا عجب والله ممنون، في واحد صاحبي تاني. لا صاحبك ولا صاحبتك خلاص. على فكره يا خالتي هترجع امتى من الحج؟ هي كانت ناويه ترجع بس قررت تبقى شوي هونيك، يعني مثل اجازه. كل الناس رجعت. هي عندها ظروف. تجارب هون بالبيت. منيح اللي طلعت قدام مايا، انا كنت انشليت. مايا شو جبانه، بتخافي من كرتيله؟ يا ماما كيف بتعملي هيك؟ ليه جبتيها على البيت؟ لانه بدي اعمل عليها تجارب. مين اللي جاب لك اياها؟ بيي. كمان لك يا بنت. بونجور. بونجور السيارة شوي أحلى. تأخرت عليكي؟ لا أبداً على الموعد.
بتحب تشرب شيء؟ طيب اسبريسو. اوكي ماتر بليز بدنا اثنين اسبريسو. ثانك يو. عايزة تكلمي معي في موضوع؟ ايه مزبوط، بس بليز توعدني انه فارس ما يعرف بالاجتماع اللي عم نعمله هلا. ايه السبب؟ رح خبرك. طب تفضلي. فارس رفض عرض كتير مهم من عرض على الأجانس، وبصراحة هيدي فرصة كتير كبيرة لألنا. وليه رفض؟ ما عنا مودلز. يعني على قلة المودلز في لبنان؟ لا، ما هو ما في مصاري ندفع للمودلز. اوكي. طيب ليه ما دفعتوش من الدفعة الأولى اللي حتاخدوها من العقد؟ ما هو لازم ندفع الديون اللي علينا للمودلز قبل ما نمضي كونترا جديد وندفع لهم دفعة. يعني عايزاني اساعدكم تدفعوا الفلوس متأخرة. طيب ليه فارس ما كلمنيش في الموضوع ده؟ استحى منك. فارس استحى؟ هلا هيدي فرصة كتير كبيرة ومش حابب اضيعها، من هيك عم بجتمع معك. طيب ايه المبلغ المطلوب؟ 2648. 2648؟ 8. ايه بعدنا عم راقبها. تفضل. ثانك يو. وزياده كمان مرسي كثير، عن جد خلصت من ورطه كثير كبيره. ثانك يو سو ماتش. اعطاها تشيك. مين هي اللي اعطيها تشيك؟ ما عرفتها ستنا. كيف ما عرفتها؟ شو شغلتك انت؟ انه ستنا يعني بدي اعرف كل بنات لبنان. طيب هلا اللي حلوه؟ انه ايه يعني هيك شيء. شو لابسه؟ لابسه تياب عادي يعني. بشرفك شو؟ طيب ليك خليك عم تراقبهم وشوف اذا رح يظهروا مع بعض. اوكي ستنا، حاضر. طيب ليه مش عايزه فارس يعرف؟ بدي اعمل لها سربريز. سربريز؟ دلوقتي فهمت ليه فارس مستحملك. مستحملني؟ شو قصدك؟ لا مش قصدي حاجة وحشة على فكرة، يعني ممكن طريقة التعبير، يعني مستحمل طريقتك الوحشة. الوحشة؟ مش أنت الوحشة، طريقتك أحيانا تبقى يعني أحيانا تبقى وحشة. مسيو راجع، أنا ما كنت متوقع أنه نظرتك هيك تكون لإلي. على العموم تفضل. نغم لحظة بس يا نغم، رايحة فين؟ نغم استني بس. ستنا نغم رجعت له الشيك ومشيت. رايحة فين؟ وبلحق لبرا. يمكن اختلفوا على المصاري، خليك وراهم وخبرني شو رح يصير. نعم لحظة بس. أنا آسف يعني ما كانش قصدي بجد، أنا ممكن تسرعت في الكلام، أنا كنت عايز أمدحك يعني، أنا حبيت اللي عملتيه مع فارس. أوكي خلص مش الحال، اتس أوكي. ماشي. طب أرجوكي شو حبيبتي تلقي شيء؟ مليان اعلانات بدو الموظفين، ان شاء الله من اليوم رح بلش نبش هالشغل. ان شاء الله بتلاقي يا رب. يا رب. حطي شيء بتمك مشان دوخه. طيبين. كل عمرك قفشه. في مره بتشرب الشوربه هي؟ 25 سنه وانا اتحمل هذا المنظر البشع. خلص بدي اتجوز، شو ما صار. لك يا مدام، يا مدام اسمعي مني، حسسي بشوية أنوثة لجوزك أحسن ما يتجوز عليكي. والله شو؟ ولك بتبع فهمك، 25 سنة صار له بفهمك كيف لازم تشربي الشوربة، وأنت بعدك بتشربيها بنفس الطريقة. كيفك؟ بونجور أستاذ. أهلين. بونجور. شو بيها هيدي عم تبحلي فيي؟ شو أول مرة بحياتها بتشوف مدير عام؟ سوري بس استشبهت فيك، حسيت كأنه شايفتك من قبل. بلشت الحركات. شايفتني من قبل ووجهك مش غريب ومن هيدا الحكي. أنا بعتذر. سوري مش شايفك من قبل. ولا يهمك، أنا أستاذ جاي بخصوص الوظيفة اللي عندكم. إيه أهلين. شو مؤهلاتك؟ أنا معي شهادة ترجمة لغة فرنسية وبفهم بكل برامج الكمبيوتر. جود. غبية. أنا مش هيدي المؤهلات اللي بدي إياها. سوري بس شو المؤهلات التانية اللي طالبينها؟ أنا ما قلت شيء. بعدين ما
وحالتك لحد هلا كثير منيحه. يعني معقول انقبل بالشغل؟ اكيد لا، ما عجبني شكلك. حطي تليفونك هون والشركه بتتصل فيكي. ميرسي كثير. دموازيل، ما اعطيتيني رقم التليفون. ما في لزوم استاذ، لانه اكيد حضرتكم ما رح تتصلوا فيي، وحتى لو اتصلتوا ما بيشرفني اشتغل عند واحد مثل حضرتك. بالاذن، معي شهاده ترجمه لغه فرنسيه وعندي خبره ببرامج الكمبيوتر. عظيم. معقول جاي تطلبي وظيفه وانت لابسه هول التياب؟ شو ما عندك تنوره قصيره تلبسيها وتكون طويله مع فتحه بيمشي الحال. مبين على وجهك اني ما عجبتك استاذ. ومفلسفه كمان، هيدا اللي كان ناقصني. من الواضح كمان انك متسرع باحكامك، هيدا الشيء مش لصالحك ابدا. ما بفتكر اني تسرعت. جمازيل، حطي رقم تليفونك، نحن منتصل فيكي. هيدي اكثر جمله مستفزه بسمعها بالحياه، بس اسمعها بتوتر. لا ما شو مغروره، شو متخيله اني وظفك هيك دغري؟ فيني اقول لك شيء قبل ما اروح؟ ايه تفضلي. استاذ، انا عندي تنوره قصيره وكثير قصيره، وعندي وحده ثانيه كمان فتحتها بتوصل لهون، بس إلهم غير مناسبات، مناسباتهم الخاصه. بالشغل شهاده الترجمه افضل. عن اذنك. اوكي اوكي، شو عندك اكسبيرينس غير الترجمه والكمبيوتر؟ كنت اشتغل بشركه سياحيه. وغير هاي؟ استاذ، شو الاكسبيرينس اللي حضرتكم طالبينها؟ اكسبيرينس بالمساج مثلا. شو؟ بعد ما قلت شيء. بتعرف شو؟ انت بدك علاج نفسي مش مساج، وبدك بوكس يجلس لك نيعك كمان. لا ما بقلبها، كيف عرفت انه انا بحب المساج؟